بهذا الفيديو رح اشتغل ابليكاسيون عن الايزوتوب. قالن لي لا تون دو ماغنيزيوم ام جي 12 اكزيست دون لا ناتير كوم ان ميلانج دو تروا ايزوتوب دابوندونس ريلاتيف ريسبكتيفمون. يعني اول شيء عندي عم نحكي عن الام جي 12، يعني الزد ايجال 12 بتكون اكيد للكل، ليه؟ لانه هن ايزوتوب، يعني كلهم عندهم نفس الزد. الام جي 24 يعني لما كان الا هو 24 نسبتها اكس بورسون، ما بعرف قد ايه. ام جي 25 يعني لما كان الا ايجال 25 نسبتها 10%. ام جي 26 البورسنتاج هي 11%. قايلي بأول بارتي كومبلتي لي تابلو او دوسو افيك جوستيفيكاسيون. انا بدي اعبي هذا التابلو وبدي اقول ليه. دونك انا عندي ام جي 24 ام جي 25 ام جي 26 اللي هن الأ. بدي اول شيء اعبي النومبر دو نيكليون. لما بقول نومبر دو نيكليون يعني هو الأ، انا بعرف انه الأ هي بجيبها من هون. دونك الأ ايجال 24 أ ايجال 25 وهون الأ ايجال 26. لو نومبر دو بروتون، كيف بدي اجيب النومبر دو بروتون؟ أكيد أنا بدي أجيبها من الزد، فكرمال هيك أنا بعبي الزد بالأول لأنه هن عبارة عن إيزوتوب، فكلهم عندهم نفس الزد اللي هي 12. وبالتالي لي نومبر دو بروتون إيجال زد، فالأولى هي 12، الثانية هي 12، وأكيد الثالثة إيجال 12. أنا لي نومبر دو نيترون لي نومبر دو إلكترون، لجيب النومبر دو نيترون أنا بعرف إنه الآن هي أ موان زد، هي الـ أ وهي الزد، فبكل مرحلة بحط 24 موان 12 بيطلع عندي هون 12. السيلا 25 موان 12 ليه؟ لأنه الأ صارت 25 دونك 13. هون N إيجال A موان Z دونك 26 موان 12 اللي هي 14. جبت عدد النيترون بقى عندي عدد الإلكترون. هلا أكيد نحن بنعرف إنه لاتوم إنات الألور نومبر دو زيلكترون إيجال نومبر دو بروتون إيجال Z، بما إنه كلهم عندهم نفس الزد فكلهم بيكون عندهم نفس عدد الإلكترون اللي هو 12 اللي هو ذاته الزد. هاي بالنسبة لأول بارتي. Deuxième partie, il est calculé les pourcentages relatifs de l'isotope Mg24. هذا ال Mg24 قد ايه ال X؟ انا بعرف انه جمعهم كلهم يعني ال X جمع ال pourcentage d'abondance لل Mg24 plus pourcentage لل Mg25 plus pourcentage لل Mg26 كلهم لازم يكونوا 100. وبالتالي X plus 10 plus 11 égale 100. يعني ال X هي بكل بساطة donc X plus 10 plus 11 égale 100. alors X هي 100 موان نقص منها هيدول اللي هن بيطلعوا 21 بتطلع 79%. بارتي سي لي تروا ايزوتوب دو ماغنيزيوم اون لو ميم نومبر دو بروتون جوستيفيه. هن عندهم نفس عدد البروتون. بوركوا؟ لانه بكل بساطه الايزوتوب عندهم نفس النيميرو اتوميك زاد، يعني نفس عدد البروتون. دونك كار ايلزون لو ميم نيميرو اتوميك زاد الور لو ميم نومبر دو بروتون. ممكن بعدين تنسالوا انه لي تروا ايزوتوب دو ماغنيزيوم اون لو ميم شارج دو نويو. لما بيقول لي شارج دي نويو بقول انا انه الشارج لنويو هو النومبر دو بروتون فوا شارج لانسال بروتون، بما انه عندهم كلهم نفس عدد البروتون يعني كلهم حيكون عندهم نفس الشارج لنويو كمان. انديكي ليزوتوب لي بلو ابوندون اي جوستيفيي. الايزوتوب لي بلو ابوندون يعني نسبته الاعلى، هيدي 79%، هي 10 هي 11. دونك نسبته الاعلى هو الاول. دونك ليزوتوب لي بلو ابوندون ايون لي بورسونتاج لي بلو غران دونك سي ام جي 24 لأنه هو نسبته الأعلى. انديكي ليزوتوب لي بلو لور اي جوستيفيي. مين هو الايزوتوب لي بلو لور؟ انا بعرف لي بلو لور يعني عنده الآل اعلى، هي 24 هي 25 هي 26 دونك هو ثالث واحد. ليزوتوب لي بلو لور ايون ان لو بلو غران دونك سي ام جي 26. اكرير لي سامبول اتوميك يعني ريبريزونطاسيون سامبوليك دي ليزوتوب لي بلو ابوندون دو ماغنيزيوم. يعني بدي اكتب الاكس ا زد للايزوتوب لي بلو ابوندون. هيدا هو الايزوتوب لي بلو ابوندون، عنده A إيجال 24 وكلهم عندهم Z إيجال 12 دونك سي MG 12 24. هيدا بسميه سامبول أتوميك أو ريبريزونتاسيون سامبوليك أو ريبريزونتاسيون أتوميك. بحط السامبول بحط الزد بكتب الـ A، بس أكيد أنا بالأول بدي يكون A لأنه هو عنده البورسنتاج الأعلى مثل ما اشتغلت بالبارتي 2. يعني أنا هون لأني بعرفها دغري كتبتها، لو قايل لي إكرير أون جوستيفيون بدي أرجع أكتبها لهي الجملة. هيدا بالنسبة للإيزوتوب.